السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة جينا نشتغل طريقة عمل خشبي. النهاردة زي ما انتم شايفين كده شغالين طريقة عمل خشبي. طبعا بنأسس فاينل سلك او اكشر او نص لمعة تحت الشغل بتاعنا، وبعد كده بنجيب الاجليز بتاعنا ان كان اسود او الارضية لازم تكون فاتحة عشان خاطر يبين معانا الشغل الاجليز. طبعا دي طريقة عمل بالسلكة، شغالين في الجناب بالسلكة. بنجيب سلكة مواعين او سلكة غسيل جلي، وبنسوي زي ما انتم شايفين كده الجوائم بتاعة الباب، بنروح ونيجي عليها مرتين ثلاثة، بتصير معانا زي الخشب كده. بعد كده بنجيب جلدة اللي هي جلدة التجزيع. جلدة التجزيع اللي هي بتدي شكل تبارة الخشب. اول حاجة بنمشط العرضية عشان ما تجيبهاش التمرة تكون هي عاملة تمرة بنفسها. طبعا ما نديهاش كلها تمرة، واحدة بنعطيها عقدة اللي هي عقدة خشب، والثانية حتكون زي كأنها لحاء الخشب اللي هي سحبة الأغلية. وهيك يا احبابنا الباب جهز بشكل تمرة الخشب، وبتتابعونا ان شاء الله على صفحتنا ديكورات ودهانات على يوتيوب.